الثمانية بعيدة لهلا. ليه؟ لأنه خطر بيكم هون بتسبب بالعدد الكبير من الضحايا أو الأشخاص اللي ممكن تموتهم بدون ما يعرفوا. كونه هو الغاز أو الغازات هي بشكل عام هي مثل ما عم نحكي غاز، يعني ما إلا لون ولا ريحة ولا طعمة، يعني ما في حدا يقدر يعرف إنه صار فيه هو معرض لخطر هيدي الغازات إلا من بعد فترة. يعني بصير عنا غاز بينتشر بالجو، بتبلش العلامات تظهر على الأشخاص الموجودين، فبالتالي بيكون ما في شيء احترازي يعمله الشخص إنه طيب بقى يهرب من هيدا المطلع إلا بعد ما يكون وقعت المشكلة أو وقعت الكارثة. طيب غازات الأعصاب كمان هي مثل ما قلنا بتبلش بتكون لما تكون محفوظة أو لما تكون بعدها كونتينت، يعني بعدها بعلب او بعدها بمستوعبات، بتكون هي عباره عن سوائل. هذا السائل مشكلته او اذا بدكم خصوصيته انه هو سائل ما له لون، اوكي، يعني مثل المي، ما له ريحه وما له طعم، بس مفعوله ببلش من لما يكون هو مي، اوكي، لحد ما يتبخر. بس يتبخر او بس يتعرض لقوه انفجار بيتحول لغاز، وهذا الغاز سريع كثير بالانفجار، وبالتالي بيطلع منه مواد. هذه المواد نحن بنتنشأها، اوكي، يعني فيها تفوت على جسمنا عبر الجهاز التنفسي بتنشأها تسبب لنا مشاكل، فيها تفوت عبر فتحات العيون، فيها تفوت عبر الجلد، يعني حتى الجلد عنده القابليه لحتى يمتصها لهذه المواد السامه وتبلش تاثيرات عليها. المشكله الاكبر كمان انه كميه صغيره من هذه الغازات ممكن تغطي دائره قطره، يعني الديامات بتاعيها حوالي 30 كيلومتر، يعني كمية صغيرة كثير من هذا الغاز كافية لحتى تقتل مجموعة من الأشخاص، عفوا عن التعبير، بس هي هيك، لحتى تدمر مجموعة من الأشخاص الموجودين بدائرة أو بمحيط دائرة 30 كيلومتر، 30 كيلومتر يعني نحكي تقريبا من بيروت لقبل صيدا بشوي. تقريبا يعني شوفوا قد ايه المسافة اللي ممكن هذا الغازات تسببها وبالتالي تعمل مشاكل. طيب من أخطر أنواع هذه الغازات هو الغاز السرين. السرين هلا من الغازات اللي اخذ شهره حاليا لانه الاسم عم يتردد كثير. ليش السرين ومش غيره من السرين؟ في كثير انواع من الغازات، اوكي، هن تقريبا اربع اجيال. غاز السرين لانه انتاجيته لغاز السرين ما بتكلف كثير، اوكي، يعني بيقدروا المواد العضويه اللي بيتركب منها هذا الغاز مواد رخيصه، فبالتالي بيقدروا يعملوا منه كميات بمبالغ ماديه صغيره. بلس انه هذا الغاز الوقت لحتى يتحقق لحتى يصير موجود لحتى يتركب قليل، يعني الانتاجيه تاعيته ما بتاخذ وقت كثير، سريعا بالوقت، بلس انه كمان ما بتكلف مصاري كثير مثل باقي انواع الغازات، فبالتالي هو عم يستعملوه اكثر شيء، وعنده نفس المخاطر او هو من الغازات اللي كثير خطره اللي حنشوف هلا شو المشاكل اللي ممكن تصير. شو هو السرين؟ لكن السرين سرين مثل ما قلنا هو مادة سامة، هيدي المادة هي سائل، اوكي، هي مثل المي، سائل صافي كلير كلير ليكويد، كمان ما له لا لون ولا طعم ولا ريحة لما يكون نقي. هيدا السائل عنده إمكانية التبخر، يعني بيقدر يتبخر سريعا، اوكي، لحتى يصير غاز، وهيدا الغاز سريع الانتشار، اوكي، يعني بينتشر بالبيئة بطريقة كثير سريعة ووقت زمني كثير قصير لحتى يسبب حالات تسمم لمجموعات من الأفراد، اوكي، وبالتالي حيأدي لوفاة. كيف بتصير التعرض للسرين؟ نحن ممكن نتعرض لهذا الغاز لما يكون بحالته السائلة أو لما يكون بحالة لما يكون غاز، يعني لما يكون لما ينطلق بالهواء، لما يضربوا غاز سرين بالهواء، فينا نحن مثل ما حكينا قبل شوي عبر الجلد، اوكي، جلدنا بيمتص هذا الغاز فبالتالي بنحصل على كل هالنتائج، عبر العيون كمان ومجال التنفس اكيد اللي هي بتفوت اكبر كميه، نحن كلنا ما فينا نعيش اذا ما تنفسنا هواء، فاذا نحن عم نتنفس هواء بكون عم بفوت كمان كميه كبيره من هذا السرين على الريسبيراتوري سيستم او على جهاز التنفس تاعينا، وبالتالي بنتعرض او ناخذ كل هذه العوارض والمشاكل الجايه منه. كمان في شغله كثير مهمه وكثير خطره وهي واحدة من اهم الاشياء بالعلاج اللي بتساوى، انه حتى الملابس حتى القماش اللي بنكون لابسينهم بتمتص هذه المواد السامه، وهي نحن بنكون يعني اذا انا كنت بمطرح ومعرض لغاز السرين، اوكي؟ فات على جسمي عبر التنفس، عبر العيون، عبر الجلد، ثيابي انا بكون لابسهم بيكونوا عم يمتصوا كميه وافره من هذه الماده، اذا بيجي شخص ثاني ما كان او منه معرض، اوكي؟ كمية المواد السامة اللي بتيابي بتأثر عليه، يعني ممكن تعديه، بضل أنا لحد 30 دقيقة عم بهدي أو عم شكل خطر على أشخاص ثانيين عبر التيابي أنا لابسهم، عشان هيك حشوف هلا بالإرشادات كثير مهم نحن وقت نتعرض أو إذا صار وتعرضنا لهذا الغاز إنه حتى تيابنا بدنا نشرحهم
كيف طريقة لازم نشرحهم كيف لازم نتخلص منهم.